الأشياء الموجودة. يعني أنا شايفة هون يمكن مش شاطرة كتير بهاي الأمور، بس هاي كرش تقريبا. هذه كرش، هي هذه فوارغ، في رجلين، في لسان، في لحمة راس. الكرش بنبيعه الكيلو ب10، هو الفوارغ. الرجل ب5، اللسان ب15، الكبدة ب30، عندك معلق ب50، في كيلو اللحم عندك 40. يعني بتحس كمان في إقبال على هاي الشغلات برمضان، مع العلم بأنها تقيلة شوي كمان على المعدة برمضان، شو رأيك؟ هو صحيح كلامك، بس خلص في ناس بترغبها، يعني أكتر حاجة يعني الناس بترغبها لحمة الراس واللسان، هاي أكتر حاجة يعني بطلبوها. يعني يعطيك ألف عافية وإن شاء الله موفقين يا رب، ويعني دايما نتمنى لكم الخير بشهر رمضان وبكل أيام السنة. طبعا مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم بهاي الجولة في سوق الزاوية بقطاع غزة. خلينا نكون هون مع أسواق أو محلات الخضار. خلينا نشوف محلات الخضار هون. عن اسعار الخضره اليوم كيف عامله؟ اذا ما نحكي عن ورق العنب يلي عم بتصفته حضرتك. نعم، الاسعار منيحه وكل شيء منيح، اسعار كويسه. كيلو بندوره بشيكل، وقيت الدوالي بخمسه شيكل، كيلو الكوسه باثنين شيكل، باذنجان باثنين شيكل. اللهم صل على سيدنا محمد. خيار بلد الكيلو بثلاثه، خيار عاد الكيلو باثنين، اسعار كويسه يعني منيحه، متواضعه كويسه يعني. يعني برمضان هاد ما في غلاء بالاسعار مثل ما كان بعض الخضروات بتغلى برمضان اللي فات واللي قبله. اسعار عاديه، لانه رمضان هذا كل عام وانتم طيبين ان شاء الله، مش زي كل رمضان، لاول مره يمر علينا رمضان زي هيك. الوضع سيء للغايه، وكل ماله بيسوء لاسوء، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني دائما بنقول الحمد لله رب العالمين على السراء والضراء وفي كل الاوضاع، الحمد لله دائما وابدا. كيف اقبال المواطنين على شراء الخضار لهي السنه؟ عادي كويس، منيح، ماشي الحال، عادي كويس، بس مش زي كل سنه طبعا، مش زي كل سنه. وهو قصه الوباء وما الوباء زي ما تقول، هذا الناس برضه خايفه من الوضع اللي بيصير فيه. كل يوم في اجراءات موتة، وفي الكميات بتاعت الوباء كثيره، كل مالها بتزيد. والله يعفينا عنه ان شاء الله يا عم. احنا وانتو يا رب العالمين، وانت طيب يا رب، الصحه والسلامه. شكرا كثير لحضرتك. خلينا مشاهدينا، طبعا هون عم بنشوف مناظر كثير رائعه بصراحه بهذا المكان، يعني الخضره عم تفتح النفس. شكل الخضروات كمان جدا شهي ولطيف. مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم بهاي الجوله بسوق الزاويه من قطاع غزه. خلينا نكمل معاكم هاي الجوله. هون خلينا نروح على محل للعطارة. خلينا نشوف هون. السلام عليكم، يعطيكم العافية. يعني بصراحة إذا بدنا نحكي عن أكثر الأشياء يلي بيقبل عليها المواطن بشهر رمضان فيما يختص البهارات والعطارة وهي الأمور، شو أكثرها بتحس؟ التمور والمكسرات للقطايف والبهارات. طيب شو أكثر هاي البهارات اللي بتحسها إنها مطلوبة برمضان؟ فار الشاورما، بار التلندي. إذا بدنا نحكي عن حركة البيع برمضان لهاي السنة، كيف شايفها مقارنة بالسنوات السابقة؟ يعني منيح، مش بطال، الحمد لله، خير كتير، أحسن من قبل، الحمد لله. شكرا كتير لك، كل عام وإنت بألف خير، يعطيكم ألف عافية. إذا مشاهدينا الكرام، هون منظر التمور وأيضا البهارات، كل شيء هون بصراحة يعني زي ما بنقول رائع، وعم يفتح نفس الصائم بهذا المكان، عدا عن يعني الروائح يلي موجودة بهذا المكان ما فيني أوصف لكم إياها. لكم أن تتخيلوا هاي الريحة كيف عاملة وقديشها شهية كمان بشكل كتير رائع. يعطيك العافية. الله يعافيك. العام وانت بخير. وانت بخير يا عم. إذا بدنا نحكي عن وجودك اليوم بسوق الزاوية، شو نازل تتبضع؟ شو حابب تشتري؟ والله أكلة اليوم، كل يوم بيوم، والرزق على الله، كل يوم بيوم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله دائما وابدا. بدنا نقول بانه احنا دائما بقطاع غزه بالفعل بنشتري بكل يوم بيومه،
لانه كمان عندنا ازمه كهرباء. صحيح. يعني ما بنقدر نخزن بالثلاجه مثل باقي دول العالم. لا صحيح. شو طابخين اليوم او سفرتكم الرمضانيه كيف ممكن يعني شو ممكن تكون مكوناتها لهاليوم؟ والله الحمد لله رب العالمين، يعني يوم الواحد بيمشي بياكل اللي مطلوب للاولاد، وايام ثانيه بمشيها من مقبلات البيت وكله بيمشي بالحمد لله. الحمد لله، يعني دائما بيقولوا بانه رمضان كريم وبالفعل هو شهر الخير وشهر الكرم، لانه اوقات حتى يعني ما بيكون في طبيخ بالبيت بس بتلاقي السفره مليانه. صح صح، هذا الكلام اكيد والحمد لله رب العالمين. لا دائما وابدا بتمنى لك رحله تسوقيه رائعه. شكرا كثير عمي. مشاهدينا الأعزاء، خليني يعني أنهي معاكم بهاي الجولة يلي تعرفنا من خلالها على سوق الزاوية بقطاع غزة، هالسوق العريق وهذا السوق يلي بحسسك بعبق الماضي الأصيل وبحسسك بأجواء جدا رائعة فيها من القدم وفيها من العراقة ما يكفي لحتى تستشعر بالماضي الجميل. مشاهدينا الأعزاء بهيك بكون وصلت وإياكم لختام فقرتنا لليوم من فلسطين هذا الصباح، لحتى ألقاكم بفقرة جديدة إن شاء الله. هاي تحياتي لزملاء في استوديو